بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يميتني ثم يحيين ثم يحيين ثم يحيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى
وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه هو أمات وأحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.